مرحبا، اليوم تاسع ايام معرض قلبي الدوي للكتاب. هم متواجدين وهم حنسال زوار المعرض بعض الاسئله. انت تزور المكتبه العامه المركزيه، ليش؟ واذا لا هم ليش؟ اعطينا السبب. خليكم يعني نشوف الاجوبه. أسأل السؤال، تزورين المكاتب المركزية أو المكاتب العامة؟ نعم، هواي مرات. ليش؟ أنا من صغري عندي إلمام بالكتب وعندي حب الاستطلاع ودائما مهتمة بالكتاب، يعني حتى بالصغار بيتنا معلمينهم إنه يحبون الكتب. كنا قبل من كتب الطلاب كنا نروح المكتبة نحضر بحوث شغلات مع الدراسة، نقرأ كتب مالي حسين عبد القدوس وطه حسين والشغلات، من كان عمرنا 30 سنه 25 هسه لا، بعد كبرنا بعد ما بينا حيل. الشأن الثقافي هو يلجئ الاستاذ الجامعي للاطلاع الدائم المستمر لمعارض الكتب للمكتبات العامه. شارع المتنبي في العراق بوصفه المتنفس الاكبر للقارئ العراقي، فيه آلاف الكتب التي تعرض باستمرار، فعلى تواصل دائم بزيارة هذه الأماكن جميعا. الكتب اللي تشتريها تقرأها ولا بس تخليها بالمكتب؟ لا بقرأها، يعني إذا ما نقرأها ليش نشتريها؟ مثلا حتما نقرأها، خاصة مثلا الكتب اللي أنا محتاجها، يعني كقانونية أنا أدرس قانونية، أكتب أكثر شيء اشتري الكتب القانونيه، بس مراد اهم يعني كان عندي طبعا يعني اروح مثلا اشتري كتب تاريخيه، يعني احب التاريخ. من صارت التكنولوجيا على الفيس والتكنولوجيا على السوشيال ميديا مقامه، واحنا القدماء اذا ما ناخذ الكتاب وما نشمه بفد رحيق خاص